السؤال بالنسبة للحجابات اللي كيعلقوا الناس في هذه الحجابات، هذه كيمشي لعند هذاك اللي يسميوه بالفقيه وتيكتب له الحجاب او تيهز له الخط وتيدير له واحد الورقة وتيلويها ويعطيها له تيعلقها. فاش تيعلقها هذاك تيولي كيعتقد فيها على انها كتجلب له الخير ولا كتدفع عليه الشر. هذه الحجابات هذه كتنقسم لجوج الاقسام. فاذا كان هذا الحجاب هذا مكتوب مثلا كتب فيه ايات القران ولا كتب فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اختلفوا فيها العلماء واش يجوز للمسلم يعلقها ولا ما يجوز يعلقها. والصحيح من كلام ديال اهل العلم انه ما يعلقهاش سواء كانت من القران او من غيره. هذا الامر الاول. الامر الثاني، اذا كان هذا الحجاب اللي داير هو عباره عن جدول من ديك الجداول الشيطانيه اللي فيها الدمياطي، فهذه راه فيها رموز وطقوس شيطانيه، فيها استعانه بالجن، فحرام على المسلم يعلقها، حرام عليه يعلقها. وإذا كان تعرف بأنها كتحتوي على هذا الشر فراه من المنكرات العظيمة ومن الذنوب العظيمة عند الله تبارك وتعالى باش يعلق الواحد مثل هذه الأمور الشيطانية، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن تعتقد أن مثل هذه الأشياء كترد عليه العين بنفسها، هي بوحدها كترد عليه العين، فراه تيكون من الشرك الأكبر بالله عز وجل. فعلى المسلم يعلق يقينه بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله عز وجل، ويعتقد أن الله تبارك وتعالى بيده الخير، وأن اللي تجلب له النفع وتدفع عليه الضر هو الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأشياء راه ما جعلهاش الله تبارك وتعالى أسباب، لا أسباب شرعية ولا أسباب حسية. والمسلم يتعلق بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله أعلم.